اهلا بيكم في قناة اميومي. لو دي اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلوة وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة لازم تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة مع بعض هنعمل الشوكولاتة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. هنشوف مع بعض ايه الطريقة الصح ان احنا نبرد الشوكولاتة وتبقى قوامها ساين معانا كده وقوامها ناعم، نعرف ان احنا نصبها في القوالب. وكمان مع بعض هنعمل حشوة الكراميل وحشوة القهوة وهنعمل الشوكولاتة بالمكسرات. عندنا أنواع من قوالب الشوكولاتة. هنا القالب اللي بيبقى فيه جزء منه سيليكون وجزء بلاستيك، وعندنا قالب كمان بيبقى كله بلاستيك وفي قالب بيبقى كله سيليكون. ممكن أن أنا أستعمل ألوان بودرة علشان أدي لون كده في القالب. علشان نعمل ألوان ما هنحتاج حتة زبدة كاكاو، ده اسمها زبدة كاكاو. دي بتبقى مختلفة عن الزبدة اللي احنا عارفينها، هي بتبقى زبدة ناشفة كده قوي، يعني ممكن تكون يعني ممكن لما نمسكها نحس ان هي قطعة صابون او كده. هي دي زبدة الكاكاو. وهحط عليها ألوان زيت اللون اللي احنا حابين نستعمله وهسيحهم مع بعض على حمام مائي، وبعدين ممكن ان انا ادهن بيها القالب. هنا هحتاج 150 جرام شوكولاتة باللبن ومعاهم 250 جرام شوكولاتة غامقة، علشان الشوكولاتة الغامقة هي الافضل في الدوبان وفي التعامل وكده، بس مش كل الناس بتحب طعمها وكمان بتبقى مرة، يعني لازم يكون حد بيحب الشوكولاتة الدارك عشان يعملها شوكولاتة غامقة بس. لكن هنا بقى انا عملتها وسط الاتنين مع بعض علشان ما تبقاش غامقه قوي وتبقى فيها سكر كمان وطعمها جميل. هناخدهم ندوبهم على حمام مائي. هتبقى الشوكولاته بالقوام اللي احنا شايفينه قدامنا ده، نحس ان هي كريميه كده وتقيله. لازم نفضل نقلب فيها لغايه ما نبردها وتوصل معانا لدرجه 31-32 سيليزيوس. الناس اللي ما عندهمش ترمومتر لازم توصل للقوام اللي احنا شايفينه قدامنا كده، تبقى سايله خالص وتبقى بارده ما فيهاش سخونيه. يعني لما نمسك البوله اللي احنا حاطين فيها الشوكولاته من تحت ما نلاقيش ان هي سخنه. لما نوصل للمرحله دي بس نقدر ان احنا نشتغل بيها. لازم زبدة الكاكاو اللي حطيناها في القالب دي نحطها في الفريزر او في التلاجة لغاية ما تتجمد خالص قبل ما نبتدي نحط عليها الشوكولاتة. بعدين هنبتدي ناخد من الشوكولاتة ونملى القالب كله بالمنظر اللي احنا شايفينه. لازم نكون بنشتغل على سطح نظيف تماما او نفرش ستريتش او مفرش سيليكون او اي حاجة، بحيث ان هيبقى في اجزاء شوكولاتة كتير هتقع مننا وهتتكب مننا، لازم ان احنا نرجع نلمها تاني ونستعملها. وهخبط القالب كده بالسباتولا من كل اتجاه علشان الشوكولاته تتوزع بشكل كويس جوه القالب وما يبقاش في اجزاء فيها فراغات ما وصلت لهاش الشوكولاته وتطلع مجوفه او شكلها او مش واخده الشكل المظبوط للقالب. وبعدين هقلب القالب كده واكب كل الشوكولاتة الزيادة اللي فيه. وهشيل الزيادات كلها. انا شايفة ان افضل سباتولا في عمل الشوكولاتة هي السباتولا اللي احنا شايفينها قدامنا دي اللي بتبقى بالشكل المثلث شوية ده.
هي اسهل واحدة في التعامل يعني، بس ممكن اللي ما عندوش يستعمل اي سباتولا عنده، بس يعني ممكن تكون مش مريحة قوي قد السباتولا ديت. يعني هبتدي ان انا اشيل بقى كل الزيادات كده من القالب، وهقلبه واسيبه على الوضع المقلوب ده لغاية ما الشوكولاتة تجمد خالص. لو احنا في جو حر زي اللي احنا فيه دلوقتي ممكن احنا ندخله التلاجة او الفريزر، بس يكون مقلوب بنفس الشكل. هكرر نفس الخطوة في القالب ده برضو، هبتدي ان انا املاه كله بالشوكولاتة. هخبط على القالب كده، هوزع الشوكولاتة جوه القالب كويس. وهشيل الزيادات. وهقلب القالب يكب كل الشوكولاتة الزيادة اللي جواه، وهسيبه ينشف في الوضع ده. هنا ده قالب سيليكون كله، هستعمله في ان انا هعمل الشوكولاتة بالمكسرات دي. مش محتاجة معايا ان هو يكون فيه اجزاء بلاستيك ولا انه يكون كله بلاستيك، علشان يعني احنا مش هنحتاج ان احنا نقلبه يصفي او كده، لان مرحلة القلب دي لو هو سيليكون مش هيثبت، مش هنعرف ان احنا نقلبه القلب دي. فهملى القالب كله كده بالشوكولاتة. ابتدي اساوي الشوكولاته عليه كده بالسباتولا، واشيل الزيادات من عليه. انا هنا هحشيها باللوز، هحط لوزه كامله في كل مكعب. كل واحد يستعمل المكسرات اللي بيحبها، ممكن نحشيها بندق، ممكن نحشيها سوداني، اي حاجة مفيش مشكلة. هبتدي ان انا احط في كل مكعب لوزة كده سليمة. هزقها بلوزة تانية لغاية ما اللوزة كلها تدخل في الشوكولاتة كده، وما يبقاش في أجزاء منها طالعة لبره. هفرغ الهواء اللي في الشوكولاتة بالطريقة دي، ان انا هفضل
اخبط القالب كده على الترابيزة، دلوقتي محتاجين ان احنا نساوي بقى السطح بتاع الشوكولاتة ده ونشيل كل كمية الشوكولاتة الزيادة اللي فوق دي علشان يطلع كل مكعب شوكولاتة كده لوحده. زي ما احنا شايفين اللي هو القالب اللي بيبقى كله سيليكون ده بيبقى صعب شوية في التحكم علشان بيبقى طري وبيفضل يتحرك كده واحنا شغالين. انا هنا هحطه على الترابيزة افضل، وهحاول ان انا اشيل بقى الزيادات من الشوكولاتة. بعدين احطه في التلاجة او في الفريزر لغاية ما الشوكولاتة تتجمد خالص، وهي كده هتبقى جاهزة معايا. دلوقتي هنحضر حشوة الكراميل. عندي 140 ملي كريمة، ممكن استعمل كريمة حلويات او كريمة خفق او كريمة اللباني بس ما تكونش مزة. هحط عليهم 40 جرام زبدة، 2 جرام ملح، انا هقول المقادير بالجرام وفي اخر الفيديو هجمعها لكم بالجرام والكوباية، وعندي كمان 2 جرام فانيليا، ممكن استعمل فانيليا سائلة. هحطهم على النار لغاية ما الزبدة تسيح في الكريمة وتبتدي تغلي، أول ما تبتدي تغلي هشيلها من على النار. هنجيب حلة تانية احط فيها 80 جرام سكر، و20 ملي مية، اول ما تبتدي المية تغلي كده هنزل عليها بالعسل، هحط 20 جرام عسل، هسيبهم يغلوا مع بعض ويبتدي لونهم يتحول للون البني اللي هو لون الكراميل، بس انا شخصيا ما بفضلش اللون البني الغامق او الكراميل، يعني نحاول ان احنا نخليه لون بني فاتح كده علشان بيبقى طعمه احلى بكتير من اللون الغامق، وعلشان كمان نحسش بطعم ان السكر اتحرق كمان. انا شايفه ان اللون ده كفايه جدا، هبتدي بقى ان انزل عليه بخليط الكريمه اللي احنا حضرناه واحده واحده علشان نخلي بالنا المرحله دي خطر جدا، لازم ننزل بالراحه كده علشان ما يفرش علينا ويكب ونتحرق، لازم ننزل زي ما احنا شايفين كده بخيط رفيع جدا من خليط الكريمه كده واحده واحده.
هسيب الكريمة تاخد غلوة مع السكر، ما نقلقش ان هو الصوص باين كأنه سايل كده، لا هو مجرد ما هيبتدي يبرد هنلاقيه مسك نفسه وبقى صوص كراميل تقيل حلو جدا، وهنحشي بيه وهنشوف مع بعض هيبقى عامل ازاي. كده خلاص كفاية على الكريمة، كده هنشيلها بقى من على النار وهنضيف لها 40 جرام شوكولاتة بيضة تكون متقطعة قطع صغيرة، وهفضل اقلب فيها لغاية ما تدوب تماما كده، بس من غير ما احطها على النار، دي هتدوب على سخونية الصوص. كده الشوكولاتة دابت خالص، وكده صوص الكراميل بقى جاهز عندي، هسيبه بس يبرد درجة حرارة الغرفة لغاية ما يمسك نفسه، وبعدين أبقى أقدر إن أنا أحشي بيه. نبتدي نحضر حشوة القهوة. عندي 45 جرام كريمة، هحط عليهم 2 جرام قهوة، قهوة مطحونة اللي هي البودرة دي، وهبتدي ان انا اقلبها معاهم واسيبهم يغلوا مع بعض. بعد ما الكريمة تغلي هحط 12 جرام زبدة وهدوبها معاهم. هشيل الكريمة من على النار وهحط لها 55 جرام شوكولاتة باللبن، يعني عشان يكون فيها سكر، عشان احنا محطناش خالص سكر وعندنا القهوة مرة، فنخلي بقى الشوكولاتة تكون متحلية علشان الحشوة بتاعتنا تبقى طعمها مسكر مش مر. وادوب بقى الشوكولاتة بالتقليب كده على حرارة الكريمة لغاية ما تدوب خالص، وكده تبقى حشوة القهوة جاهزة. نسيبها بس تبرد بدرجة حرارة الغرفة، وبعدين نبتدي ان احنا نحشي بيها. عندي هنا قوالب الشوكولاته بقى بعد ما بردتها خالص، هبتدي ان انا اشيل الزيادات اللي على القالب دي من فوق، ننضف برضو القالب التاني. الموضوع سهل جدا وخطوات بسيطة قوي، نحن ممكن نعملها، نطلع بيها أحلى شوكولاتة من البيت بجد، ولا أفخم شوكولاتة بنشتريها من المحلات، وبنعملها على مزاجنا، وبنوع الشوكولاتة يكون نضيف وطعمه جميل اللي احنا بنحبه، ممكن احنا نستعمله. هنعمل بقى الحشوة اللي احنا حابينها. نبتدي ان احنا نحشي
الشوكولاته بقى كده، دي حشوه القهوه بعد ما بردت هحطها في كيس حلواني كده، او ممكن احنا نستعمل المعلقه، بس يعني الافضل كيس الحلواني علشان اعرف ادخل بيه في كل الاماكن الضيقه اللي جوه في القالب، ما يبقاش عندي اجزاء مفرغه. طبعا مش هقدر اوصف لكم جمال القهوة مع الشوكولاتة، حاجة جميلة جدا كده وتروق الدماغ يعني. وبعدين نبتدي ان انا اغطيها بالشوكولاتة، برضو نكون احنا مجهزينها على درجة حرارة 31 سلسيوس، ما ينفعش غير ان احنا نستعملها وهي في اسخن من كده. وابتدي بس ان انا احط طبقة اقفل بيها شكل الشوكولاتة بتاعي من فوق. احنا محتاجناش ان احنا نستخدم كمية الشوكولاتة اللي سيحناها كلها، يعني اتبقى معايا منها برضو، والزيادات اللي احنا شلناها دي كلها نلمها ونستعملها تاني برضو، مفيهاش اي مشكلة. بعدين ادخلها الفريزر تجمد خالص. هنا دي عندي حشوة الكراميل، بصوا مسك نفسه ازاي بقى تقيل كده ومتماسك. هملى بيه الشوكولاتة واحاول ان انا اسيب جزء فوق من القالب يكون لسه فراغ، علشان هو ده اللي انا هعمل بيه الشوكولاتة اللي هقفل بيها الشكل بتاعي. طريقة الكراميل دي تحفة جدا وسهلة ومفيهاش اي مشكلة، وفعلا طعمها رائع، افضل من اي وصفة صوص كراميل انا جربتها قبل كده، بجد دي الافضل بالنسبة لي. جربوها كده وقولوا لي رأيكم في التعليقات اذا كان حبيتوها ولا لأ. وهقفلها برضو بشوكولاتة درجة 31. ابتدي ان انا املى الفراغات كلها بتاعت الشكل بالشوكولاتة.
وهكمل الباقي بنفس الطريقة. بعدين هخبط القالب على الترابيزة كده علشان اساوي السطح بتاع الشوكولاتة كده واوزعها كويس، وادخلها الفريزر او التلاجة يعني لغاية ما تجمد خالص. بقى هنا عندي دي الشوكولاتة اللي عملناها بحشوة اللوز، بعد ما جمدت هطلعها من القالب. زي ما احنا شايفين قالب السيليكون بيبقى سهل قوي كده واحنا بنطلع منه الشوكولاتة، بس بيبقى اصعب في الشوكولاتة اللي بالحشوات دي مش هنعرف ان احنا نستعمله فيها. ودي الشوكولاتة اللي بالقهوة جهزت برضو، هنبتدي ان احنا نطلعها من القالب. انا هنا هزين الشوكولاته دي بجليتر ذهبي اللي هو بتاع الاكل، بينور معانا كده الشوكولاته وبيفخمها وبيخلينا نحس ان هي قطعه شوكولاته كده شاريينها من محل فخم جدا، واحنا كمان مستعملين شوكولاته طعمها جميل وخامتها نظيفه. فلو قدمنا الشوكولاته دي لاي حد هو مش هيتخيل ومش هيصدق ان احنا اللي عاملينها في البيت من حلاوتها. فعلا جميلة جدا والحشوات رائعة. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ده وحبيتوا ان احنا نعمل فيديو تاني بحشوات تانية مختلفة اكتبولي كومنت، وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو بحشوات جديدة. وهنا بعد ما قطعناها شايفين حشوة القهوة من جوه عاملة ازاي، انا هنا هرص الشوكولاتة بتاعتي كده في علبة. احنا ممكن نعملها ونديها هدية لحد، هتبقى هدية قيمة جدا وجميلة، كل اللي دقها حبها وكل اللي هيدوقها هيحبها. ولازم ان انتوا تجربوا الفيديو ده وتجربوا الحشوات دي، بس اهم حاجة ان احنا نستعمل نوع شوكولاتة يكون نظيف وطعمه حلو، عشان هي اهم حاجة عندنا في الموضوع كله هو طعم الشوكولاتة، هو اللي هيأثر معانا على كل حاجة. ولو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده.